بيان سور غادي نجي نحضر الحفل وكيفاش غندير باش ما نشوفش هاد الوجوه البشوشه تبارك الله. انا فرحانه بزاف اللي كاين معايا هاد الكم الهائل من الاعلاميين والصحفيين اللي جاوا يحضروا معايا. حقيقه انا واخا تصابيت بيان سور راه مشيت لعند الطبيب وعطاني الدواء باش ما يبقاش فيا الحريق ودرت شويه ديال لازير وشويه ديال دار لي شي حاجه فيها قسمه وبحال ليكتريسيتي شويه ديال الضو باش نقدر هذا ولكن المهم ما خصنيش نصدم عليها. وكنشكركم بزاف. امين امين. شكرا شكرا.